السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله مليئه بالمفاجات، وان شاء الله بحول الله انا متاكد غادي تعجبكم. وكيف عادتي كيف تعرفوني، انا عامر باكتاج طوموبيل عندي مشارجيه بحال جيت من مراكش، غادي المحميه عندي اللي هي مملكه عاشق الببغاء اللهم بارك. ولكن قبل من هذا الشيء عندي واحد الرساله مهمه لمن عندي واحد الرساله. هذه الرساله اللي بغيت نعطيها اغلبيتكم كلكم كاملين غادي يكونوا عندهم نفس هاد الناس اللي بغيت نهضر عليهم اليوم. انا ماشي شناقه اليوم، ماشي حلقه شناقه ولا حتى شي حاجه. اليوم هاد الحلقه تبعوا معايا غادي تشوفوا على من غادي نهضر. هاد الناس اللي بغيت نهضر عليهم كلكم غادي يكونوا عندكم في حياتكم، وغادي نقول لكم كيفاش غادي تجنبوهم وكيفاش غادي تتعاملوا معاهم. وتبعوا معايا الحلقه ان شاء الله مليئه بالمفاجات، وان شاء الله المملكه تعجبكم. تحياتي انا راه جرى ليل ونهار ان شاء الله حتى نوصل داكشي اللي بغينا. هادشي كل اللي كتشوفوها كنقولها وكنعاود ناكدها لكم راه هي كنلعبها الاخوان، راه باقي لحد الان هاد المملكه اللي وصلناها الحمد لله الاسم مملكه وكتستحق وتستاهلو، ولكن باقي كنلعبها الاخوان، باقي ما بديتش صحيح، باقي كاين مفاجات كبار. تسناو معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله بحول الله. يلا نمشيو نلعبوا دابا ونوريكم اللعب فين وصل. تحياتي. كاين شويه الصداع هكاك، علاش ما غنبقاش واقف هنا؟ بغيت نبدا الرساله ديالي لشي وحدين من هاد المنطقه هادي. علاش؟ لان انا متاكد ان شاء الله بحول الله باقي هاد المنطقه هادي باتولي منطقه الاحلام، يعني اي واحد يتمنى يجي يشوف شي حوايج غادي يكونوا هنا. ما عليناش، انا الجواب ديالي والرساله ديالي اللي بغيت نصيفطها هي لشي وحدين، وهذا اي واحد في حياته كيكونوا عنده وكيكونوا من المحيطين المقربين ليه، اللي هما في العائله ديالو ولا كيجيو ولا المهم كل حاجه تيبقاو تيدويو. واغلبيه هذه نصيحه مني لكم، يعني راه اغلبيه شوف الخير ما تلقاه في والديك، ونادرا تلقى الخير في البراني، وما تلقاش من دوك المقربين ليك اللي كتحسب راسك انت زعما راه عندك عائله مقرب لي. انا قلت فواحد الواد زين زعما راه مقربين ليك وتيبينوا ليك راك عزيز عليهم وكل شيء، راه الا كانوا مستغلينك، يعني لك كانت شي استفاده ليهم معاك راه كتكون عزيز عليهم. اما الا ما كانت لا استفاده لا والو، والله لا عقل عليك شي واحد من المقربين، تقدر تلقى الخير في البراني وما تلقاش في المقربين. هذه رساله ليا منكم. عاد المشكل اللي كتلقى فيهم شنو هما؟ هما تيكونوا محبطين في الحياه. بحالاش انت كتبي دير اي حاجه بروجي ولا اي حاجه، كتلقى اول وحدين كيحبطوك هما دوك العائله ودوك اللي محيطين بك، وتيبقاو يفشلوا فيك ويبقاو يعطيوك الاراء ديالهم الفاشله، حيت هما فاشلين وماشي كاع حيت فاشلين، حيت اصلا هما داك الحقد والبغض اللي فيهم والحسد ما يبغيوكش تكون حسن منهم. يعني من طبيعه الحال ما غاديش يبغيو لك الخير، اذا من طبيعه الحال يعني راه ما غاديش ينصحوك ولا يقولوا لك شي حاجه اللي غادي تكون عندها نتيجه الخير ليك انت. وكون على يقين هذه راه غتلقاها في اقرب المقربين ليك. راه قلت لك تلقى الخير في واحد ما كتعرفو ما تعرفك، وما تلقاش الخير في ذاك اللي قريب ليك، هكاك علاش تكونوا على بال. والنصيحه ديال عاشق الببغاء اشنا هي؟ هي ما تكونوش كتبعوا الاراء نتاع دوك المحبطين. الا كان عندك شي بروغرام في راسك ولا شي بروجي في راسك ولا شي حاجه كتفكر فيها وبديرها، طبقها وسير فيها، وهذيك الهضره عاود دخلها من هنا وخرجها من هنا، كون على يقين غتنجح. اما الا تبعتيهم وتبعتي ارائهم كون على يقين ما عمرك غادي تفروا. هذه رسالتي. والرساله الثانيه انا اللي بغيت نصيفط لهاد النماذج هادو اللي قالوا هاد الهضره هادي، اي واحد قال هاد الهضره واشنو كانوا كيقولوا الاخوان؟ تيقول لك والله لا قدر يعيش تما، زعما على من تما زعما في هاد المنطقه، يعني زعما حيت انا كبرت في المدينه ومولى في المدينه، تيحلفوا تيتراهنوا مع بعضياتهم. بيناتهم بنادم ما كيكون عارف لا عقلك لا والو، ما عارفش طبيعتك، ما عارفكش كيدير وتيحكم عليك. يعني هما شوف هما تيتراهنوا مع بعضياتهم انه تيقول لك والله لا قدرت انا نعيش في هذه المنطقه هذه، زعما والله لا قدرت نكمل شهر ولا شهرين، وكل واحد شنو تيقول. وانا اللي بغيت نقول لكم رسالتي من هذا المنبر شنو هي؟ هي كونوا على يقين باقي يحييكم الله الا بقيت في العمر، ولا بقينا ان شاء الله في الحياه، كونوا على يقين باقي يحييكم الله، وتوليو كتمنوا تجيو عند عاشق الببغاء الا بغيتو تنسيو شويه الهم ديال ديك المدينه اللي كتهضروا عليها وكتقولوا ما نعيشش في الطبيعه. بالعكس شتي السكنه في هذه المنطقه هذه، دابا كنقولها لكم وكناكدها من القلب الخالص، اقسم لكم يمينا يا وتعطوني احسن فيلا كاينه في وسط المدينه، والله ما نسكن فيها الاخوان، غادي نبقى ساكن في المحميه ديالي، لان انا كنعتبرها مملكه عاشق الببغاء، كنحبها وكنفيق في الصباح يعني كنحس بالراحه النفسيه وداك الهم والستريس وكلشي نتاع المدينه لحتو مورايا وانا عايشين مع الببغاوات. احسن حاجه
المهم انا الوعد اللي غادي نوعد هذوك النماذج شنو هو؟ هو كونوا على يقين غيحييكم الله اللي توليو تتمناو تجيو عند عاشق الباب باغا هيكا زياره اللي تدوزوا نهاركم. دابا يحييكم الله. وانا عند الوعد ديالي ودابا تشوفوا ان شاء الله هذه المنطقه اللي حقرتوها وقلتوا ما غاديش يقدر يعيش فيها، دابا تشوفوا المعيشه كيف تكون فيها. جنه فوق الارض الحمد لله ان شاء الله، ونتمناها لاي واحد. انا بعدا ما فيهاش داك الحقد والبغض، انا كنتمنى هذه المعيشه وما احسن منها لاي واحد فيكم، اي واحد كيتفرج فيا اللي عزيز عليه واللي ما تيحملنيش، كاملكم بغيت لكم ما احسن من هذه المعيشه. المهم جوابي لهادو اللي كيقولوا لك والله لا قدر يعيش في المدينه، عرفتي فين عايشين هما الاخوان؟ مع احتراماتي للناس نتاع البارتمان، حيت انا كنت عايش في البارتمان وعادي، حيت كل واحد كيمشي في استطاعته. هي مع احتراماتي الناس البارتمان انا كنهضر على هادو اللي هضروا عليا، هادو عايشين في قفز في بارتمان في وسط المدينه ومعاهم الناس وشي كيدردف عليهم من الفوق وشي كيدردف عليهم من التحت، وكيقارنوني كيقارنوا المعيشه نتاع ديك البارتمان مع المعيشه اللهم بارك اللي عايشين حنا هنايا جنه فوق الارض. تحياتي الاخوان، الرد ديالي راه ساليتو، ما بغيتش نطول عليكم الحلقه بزاف، راه كيتفرجوا فيا وغادي توصل لهم الرساله. تحياتي لكم، يلا ونمتعكم دابا الاخوان وتشوفوا المناظر الخلابه اللي وصلنا لها دابا في المملكه. وكي تنقول لكم دابا كنلعب، يلا نمشي نعاود نلعب شي شويه وتسناو المعقول وتسناو ان شاء الله الحماق اللي غادي يضر هادو وغادي يخليهم يتمناو يا ريتهم ان شاء الله يجيو كزياره كزياره، كنقول لكم يعني يا ريتهم يجيو كزياره، اما كمعيشه صعيبه عليهم. تحياتي. ودابا الاخوان وصلت اللهم بارك للمحميه اللي هي مملكه، شوفوا شوفوا مفاجأكم برايك، يلا تبعوا معايا الاخوان شوفوا هنا فين وصلت. تحياتي، وهذا الشيء راه كنلعب باقي جاي المعقول ان شاء الله. الليل هذا الاخوان انتم كتشوفوا الليل هذا دوات العشاء، ومع ذلك غادي نبقى سهران معاهم تنساليهم. ها فين وصلت، هاني خدام فيهم وباقي لي هذا، ما غادي نطلع الاخوان ما غادي نطلع لفوق ان شاء الله تنساليهم كلهم. تحياتي، تبعوا معايا وغتشوفوا النتيجه نتاعتهم كي بطلع. كيف قلت لكم الليل هذا، ولكن باقي تنكمل هادو كاملهم ان شاء الله، عاد غادي نساليهم وبغيت ندير واحد المفاجاه اخرى وخلي لهذا. انا فين وصلت، بغيت ندير جوج لوينات، النص في هذاك اللون راهو ما دوزتهم، والنص الاخر بغيت ندوزهم في هذا اللون. ناضين الاخوان ياك، تحياتي.
هنا الاخوان ساليتهم كاملهم، ساليت الاخرين كاملهم. اذا دابا الصباح ان شاء الله غادي نفيق، غنلقاهم ناشفين باش نعمر فيهم الغرس ان شاء الله الجديد. عاد انتم اللوي اللي بغيت نصبغ فيه المحميه، الصباغه ديال الزيت شتوها كي تتبري، اللهم بارك. يعني الى ضربات فيها الشمس غادي يولي تيبان داكشي تيبري، اللهم بارك. غادي نصبغها في هذا اللون وغادي نصبغها في هذا اللون، جوج تلوينات والصباغه ديال الزيت بحال هكا كتبري. شتوها الاخوان، ما باقيش غيكون عندك المشكل نتاع صباغه الماء الا قصتيها دغيا كتوسخ، هذه كتغسل، هذه دير لها التيو دغيا تولي جديده. هكا غادي نمشي بالمحميه كامله ان شاء الله بحول الله الاخوان. الفوليرات غيكونوا في الخضر والسقف في الشيبي بحال هكا. تحياتي، حتى الصباح ونكمل الاشغال، تبعوا معايا تشوفوا. انا الاخوان اول حاجه نبدا بها ها هما العواد اللي قلت لكم بزيرو درهم فابور، شتوهم هي كنقطعوهم في الفيرما ونجيبهم بزيرو درهم. نبداو على بركه الله في المحميه ياك. هادو شفتوهم كيف العاده الكناريات في امان الله. ها الجديد اللهم بارك، شتو الجديد الاخوان كيف جا. هذا هو الاسم تاع هاد المملكات، مملكة عاشق الببغاء. هانا الكالوبسيت بيروش لقنت هو نقي اللهم بارك، يلا تسيق. ها الجديد، ها الاولانية تصيبت، ها الثانية تصيبت، ها الثالثة تصيبت اللهم بارك، وباقيين هادو ان شاء الله غادي تصايبوا ان شاء الله بحول الله. هانتوما نفس الخدمه نفس السيستم، نفس الخدمه نتاعت الاولين. الاختلاف اللي كاين هو هنا جبت طاسات جداد في هذا القياس، هذا كلهم صايبت لهم هذه نتاع الطاسات باش يكونوا طاسه الماء بحالها بحال طاسه نتاع الماكله. والخدمه راه نفس الخدمه الاولانيه، زكرون من برا ومن الداخل شتوه بحال هاد الشكل هكا. وهادو راه هما طاسه طاسه، دابا نوريكم الطاسات بحال هاد الخدمه هادي دروكا اللي بقى ليا بيت نصبغهم دابا ان شاء الله.
انا اخوة اللهم بارك اذا مبرعة عندهم اللهم بارك غنصبغهم دابا كي قلت لكم ها هما دوك الزلافات اللي بغيت ندير شفتوهم الاخوان ها هما جبتهم بغيت ندير وحده الماكله وحده الماء متيسعين وكبار ومزيانين وموجودين وقت ما ترسات تلقى الاخرى احسن كوبل عزيزه عليا ها هي اللهم بارك اللي تابعه ها هي تا هي عزيزه عليا اللهم بارك ها واحد الكوبل غزاله تا هي راه جبتها واحد العشه جي نوريه لكم هاد العش جبتو لها ديك الكوبلان تاع الباسيفيك تا هو صبغتو فيه المجوره وداك الشيء ناضي زوين بغيت نشوف واش بغيت تحل واخا بيعمرني بالصباغه شتاه ناضي هو ينشف غادي نديرو لهاد الكوبلان تاع الباسيفيك ان شاء الله الهادية هي غنديرها في شي قفص كبير دابا نصايبها تا ينشف ليها العش ديالها هاديك هذاك العش غينسق الفوق غادي ندير هنا مسرح ديال الارا وهنا مسرح ديال الارا هادي كالعادة بلا ما نحتاج نعاود نشرحها لكم هادي هي لاتولي هاهي لا خويت لها القنت حيد هذاك القفص باش تصايب لاتولي هنايا هانا الإخوة اللهم بارك الجديد المحبق هاي يلا هاي كوبلة تاع الكابوني وهنا كي قلت لكم بيمشي كلها وقفوصة هكا الهندسة القفوصة من هنا وقفوصة من هنا والطريق الوسط بحال هاد الشكل هكا ها هو ماكس هالكوبلة هالبوستير اللهم بارك شوفوا السقف كي ولا هانتوما هنا كي ولا شوفوا هنا كي ولا اش دار لكم الاخوان داكشي من برا راه باقي غير كنلعب الاخوان راه باقي غير كنلعب باقي ما بديت الصح الاخوان انا أنا الحديقة الماء طبيعي للطيور أنت منين ما مشيتي كتلقى قرابة وحدة ها الأخرى فيهم ماء طبيعي ها نتوما شتوه بالقطران بلدي ناضي شوفوا بيت الدياموند كي ولا بدات يمشي لكم هنا باش تشوفوا اش دار لكم الاخوانا اش دار لكم في الالوان يا سلام ياك شوفوا بيت الدياموند شوفوا التغيير الكبير اللهم بارك اش دار لكم باقي هيك اللعب الاخوان باقي الصحيح جاي وباقي الحماق ان شاء الله غادي نوريه لكم ان شاء الله الاخوان هنا على المسرح نتاع الدياموند هنا بتجي تجلس هنايا ودير الشوايه ديالك ودير الطاجين ودي البريريد نتاع اتاي ويطيب داكشي بالفاخر على حقه وطريقه وانت كتمنظر في هاد المناظر هادي هنا الشجيرات هادي هادي برقوقه هادي دابا تنبت ان شاء الله ها هي بدات كتعطي الريوصه هذا الحباق والاقامه وراه عمرت مزيان الاقامه في جميع النواحي والفلفله ناضي الاخوان هنايا حتى هو باقي غادي يتبرع ان شاء الله حتى هو تنسالي ليه ها هي زبرت هاد الشجره هاد الفلفله راه كانت نايضه هنايا ديما كتعطي فلفله مزيانه دابا نفركس هنايا حتى هو كامل الاخوان يصبروا عليا نسالي بعدا تما وكاين مفاجاه قلت لكم دابا باقي كنلعب انا فين بيت تجلس وتشوي مع راسك الكفته انا الصالون المتواضع
اللهم بارك، اللهم بارك. السلام عليكم. اللهم بارك. كيف جاكم داك الشيء الاخوان ناض ياك؟ اللهم بارك. فينا يا فيفي؟ ضروري نطلع على فيفي في الخاتمة. هاي يا فيفي، هانا الفيشرات، اللهم بارك. شوفوا الإضاءة اللي درتها الإخوان هنا، شوفوا شحال ساقطة. هانتوما شوفوا، اللهم بارك، كلشي درت ليه الإضاءة، شفتوه؟ كلشي، بيت الفيشر كلشي فيه الإضاءة ناضية. دابا بقات المفاجآت هنا، دابا تشوفوهم إن شاء الله من بعد، باقي هنا بيولي عالم آخر. دابا تشوفوا الإخوان، يلا تهلاو ليا فراسكم ان شاء الله وتسناو الجديد، غادي يكون ديما جديد معايا ان شاء الله بحول الله. اجي نختموها بالفيزون، بسم الله، اللهم بارك. الكايدوشين انا انا سمان كاليفورنيا، اللهم بارك. شو ديك الشعيبيطه عنده؟ انا الفيزون، ما شاء الله، الله يسخر لنا، الله يسخر لنا، ما شاء الله. انا اللهم بارك. يلا تحياتي الاخوان، وانتظروا الجديد ان شاء الله، غادي يكونوا ديما حلقات في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله، وغادي يكون الجديد، انتظروا دروكا بيت نحرك الحديده، طريق الى الجديد ان شاء الله.